بعض الاختصارات في اللغة الإنجليزية أو English Abbreviations. الاختصار الأول FAQ Frequently Asked Questions، يعني الأسئلة كثيرة التداول على موضوع معين. الاختصار الثاني CEO Chief Executive Officer أو المدير التنفيذي. الاختصار الثالث RSVP، مأخوذ من اللغة الفرنسية Respondez s'il vous plaît، ويقابله في الإنجليزية Please Respond، زي مثلا لما بعت إيميل ومنتظر الرد عليه. الاختصار الرابع QR Code، اختصارا لQuick Response Code، وده رمز بيتم مسحه بالموبايل علشان ينقلنا لرابط معين على الانترنت. الاختصار الخامس والأخير PDF Portable Document Format، وده extension أو امتداد لبعض أنواع الملفات على الكمبيوتر.